وزراء الخارجية اتفقوا على كل شيء، والأمور بالنسبة لنا واضحة جدا في الأمانة العامة. هناك توافق على جدول الأعمال والأمور تسير نحو قمة ناجحة إن شاء الله. إعلان الجزائر الدولة المضيفة تعمل عليه، وإن شاء الله يكون في بعض المشاورات بين الدولة المضيفة والدول التي ترغب في يعني أن تطلع عليه، ويمكن ده يحصل بكرة، فبالتالي عندنا وقت يعني لإنهاء هذا الإعلان. طبعا يعني المشروع بيقدم من الدولة الرئاسة يعني.